رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت التنور من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا.